أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة لمناقشة مسودة قانون يحكم عمل مناطق المال والأعمال. وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يستهدف مناقشة مسودة القانون الخاص بتأسيس ونظام عمل مراكز المال والأعمال، وأنه تم بالفعل إعداد أكثر من مسودة لهذا القانون. وأوضح رئيس الوزراء أن إعداد قانون خاص بمراكز المال والأعمال يأتي في إطار الجهود لصياغة نظام قانوني متطور يكون قادراً على تأسيس مناطق المال والأعمال. وأضاف رئيس الوزراء أن وجود نظام قانوني خاص يحكم مناطق المال والأعمال من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات. أعلنت وزارة البترول طرح مزايدة عالمية جديدة للعام الجاري للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في 12 قطاعاً بالبحر المتوسط ودلتا النيل. يأتي هذا في إطار جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة وفق استراتيجياتها الرامية للاستغلال الفرص الواعدة في مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة في البحر المتوسط لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي. انعقد الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رئيسة مجلس إدارة الصندوق رانيا المشاط. ناقش مجلس القوائم المالية المستقلة والمجمعة للصندوق وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ووافق على التصديق على الميزانية تمهيدا لعرضها على الجمعية العمومية للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء. وقرر المجلس تكليف رئيس قطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال نهى رشدي خليل قائمة بأعمال المدير التنفيذي للصندوق. عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي رانيا المشاط حوار السياسات رفيع المستوى مع الحكومة والمؤسسات المالية اليابانية الذي يعقد بشكل سنوي، ويتزامن الحوار مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الثنائية، وذلك استمرارا لسلسلة الاجتماعات التي تعقدها مصر مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين لترتيب أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة. وأوضحت رانيا المشاط أن الشراكة بين البلدين تعد نموذجا فريدا للتعاون، حيث تهدف إلى تعزيز كل من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتحول الأخضر والطاقة المتجددة. عقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب لقاء موسعا مع وفد مصنع شركة سامسونج للإلكترونيات بمحافظة بني سويف. أكد الوزير الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة بالسوق المصري. من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمصنع شركة سامسونج للإلكترونيات ببني سويف إن مصنع سامسونج في بني سويف يصدر 85% من إنتاجه من شاشات التلفاز إلى أكثر من 55 دولة. عقد وزير الإسكان شريف الشربيني اجتماعا لمتابعة الموقف الحالي لتنفيذ مشروعات الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050. وأوضح الوزير أن الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر تخدم 11 محافظة، وهي شمال وجنوب سيناء، مطروح، البحر الأحمر، كفر الشيخ، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، البحيرة، الدقهلية والإسكندرية. وأشار الوزير إلى أن مصر تسعى لنقل وتوطين التقنيات الحديثة لمحطات تحلية المياه والصناعات المغذية لها. تلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق تقريرا من الهيئة العامة لخدمات البيطرية بوزارة الزراعة حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية خلال الحملة القومية الثانية، والتي بدأت في 13 من يوليو 2024 بجميع محافظات الجمهورية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. وأوضحت وزارة الزراعة أنه تم إعطاء أكثر من 6.6 مليون جرعة ضد مرض الحمى القلاعية، ويأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين.
وقعت الوحدة الدائمة لريادة الأعمال والشركات الناشئة مذكرة تفاهم مع معهد البحوث الإلكترونيات لتعزيز التعاون المشترك لدعم الشراكات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والإلكترونيات والطاقة. تضمنت مذكرة التفاهم تبادل الخبرات والاستشارات الفنية فيما يخص ريادة الأعمال والتخطيط والتنسيق المشترك لتعزيز ربط الشركات الناشئة بالمجتمع العلمي وبيئة الاستثمار. في سوق المال أنهت البورصة المصرية تعاملاتها بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، بينما مالت تعاملات المصريين العرب للبيع وسط تداولات بلغت 5.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقية 13 مليار جنيه عند مستوى 2.75 من الألف تريليون جنيه. وعلى صعيد المؤشرات ارتفع مؤشر EGX30 بنسبة 76% بالمئة ليبلغ 30,363 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 متساوي الأوزان بنسبة 1.4% بالمئة ليصل إلى 7,015 نقطة. وصعد مؤشر EGX100 متساوي الأوزان بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10,042 نقطة. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط بسبب مخاوف متعلقة بالإمدادات الناتجة عن احتمالات تصاعد النزاع في الشرق الأوسط وإمكانية إغلاق حقول النفط في ليبيا. وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت بنسبة 0.3% لتصل إلى 79 دولارا و61 سنتا للبرميل، بينما تراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.4% لتصل إلى 75 دولارا و43 سنتا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 95% لتصل إلى $2.32 سنتا للتر، وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.70% لتصل إلى $2.69 سنتا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكدت الوكالة الوطنية للإحصاء في زيمبابوي أن معدل التضخم سجل في أغسطس الجاري أكبر ارتفاع منذ إصدار البلاد لعملتها الجديدة المرتبطة باحتياطي الذهب وسلة عملات أجنبية. وأشارت الوكالة إلى أن معدل أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1.4% خلال شهر أغسطس الجاري بعد تراجعه بنسبة 1.1% في يوليو الماضي. ويرجع ارتفاع التضخم في زيمبابوي إلى زيادة تكلفة السلع الغذائية والمشروبات، الأمر الذي يثير المخاوف بشأن الاستقرار الاقتصادي.